السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا جميعا في أحسن حال، ورمضان مبارك سعيد على الجميع. إن شاء الله يتحقق كل ما تتمنوه وتقبل الله منا ومنكم جميعا. سؤال اليوم هو يعني اللي يتعلق ببرنامج إيراسموس، هو أنا تخرجت وكملت خديت الإجازة أو خديت الماستر، تخرجت من الجامعة وخديت الإجازة أو خديت الماستر، هل يمكنني أن أطلب أو أطلب منحة أو أتقدم للترشح لمنحة للحصول على منحة إيراسموس؟ هذا هو سؤال اليوم وسوف أجيب عليه. ابقوا معي ولا تذهبوا إلى أي مكان حتى لكي تحصلوا على الجواب. الجواب كما تعلمون هو أن برنامج إيراسموس هو واحد البرنامج أوروبي اللي كيمكن الطلبة والإداريين والأساتذة من الحصول على منح للذهاب للخارج، يعني بالنسبة للطلبة كيقدروا يحصلوا على واحد المنحة اللي كتخولهم أنهم يديروا واحد يعملوا واحد الأسدس أو أسدسين في واحد الجامعة في أوروبا اللي هي كتكون من الشركاء ديال الجامعة الأصلية اللي فيها اللي كيدرس فيها الطالب التي يدرس بها الطالب. لذلك احنا هنا هذا السؤال هذا كيتكرر بزاف، يعني كيتكرر كثيرا، هو واش هل يمكنني أن أحصل على هاد المنحة واخا نكون أنا تخرجت وكملت قرايتي وخديت الإجازة ديالي؟ هنا غادي نقول لكم واحد الحاجة، هو أنه بالنسبة للبرنامج إيراسموس هو وفي الحقيقة هاد المنحة ما يمكنش تأخذها، لأنه لسبب بسيط، وأنه من 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 الشروط ديال للحصول على منحة إيراسموس هو تسجيل، عندك واحد البطاقة ديال التسجيل ديالك أو تكون مسجل بجامعة بالجامعة الأصلية. لذلك يعني تكون مسجل بالجامعة الأصلية وما زلت تدرس بها، ماشي تخرجتي منها ولكن ما زلت تدرس بهذه الجامعة، مستمر في الدراسة بهذه الجامعة، يعني تكون في بعض السنوات، يعني تكون يا أما في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة من سلك الإجازة، أو السنة الأولى أو الثانية من سلك الماستر، تستطيع أن تتقدم للحصول على المنحة، ويعني طبقا لبعض الإجراءات وبعض الشروط، ويعني يمكن أن تحصل أو تحصلي على منحة إيراسموس. كذلك هنايا بالنسبة للطلبة اللي كيسألوني دائما كيقولوا لي واش يمكننا واش كاينين واش نقدروا نحصلوا على هذه المنحه، انا كنقول لهم بانه بالنسبه لهذا الإيراسموس لا يمكن الحصول على المنحه، لانك تكون قد حصلت على الاجازه، ومن شروط الحصول على منحه إيراسموس هو يكون عندك واحد شهاده ديال التسجيل انك مسجل ومازلت تدرس بجامعتك الاصليه او جامعتك الاصليه. هناك يعني بعض البرامج المنح اللي موجودة يمكنكم أن تبحثوا عنها في الإنترنت، هناك بعض البرامج التي تخول الطلبة أنهم من يحصلون على إجازة الماستر أو إجازة على إجازة الماستر للحصول على منحة في الخارج لكي يكملوا دراستهم في بعض في جامعات أوروبية أو جامعات أجنبية. يمكنكم كذلك السؤال عن هذا الأمر، ويمكنكم كذلك ترشح للحصول على هذه المنح. أما بالنسبة لمنحة إيراسموس كما قلت فلا يمكن، إذا حصلت أو إذا تخرجت من جامعتك الأصلية فلا يمكن الحصول على هذه المنحة.